قدر أخوم وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان يبقى هو الإنسان بصفك وينصر ويكون لك ولا يكون إنسان أبويا أنا فاز وجهي بعدك تنكر يا مسود الوجه عساني ما أتنفس نفس إلا تروح تخبر أمك زين ليش؟ ليش؟ تكلم! أبوي سامحني أنا آسف أنت ولد أمك وما ينشد بك الظهر وأنا ما أقبل التقصير معي أو مخالفة أوامري أبداً روح عند أمك حرك ما أريد أشوف وجهك بعد اليوم في الشركة أبوي بس أعطيني فرصة واحدة آخر فرصة الفرصة عندي مثل الحظ ما يجي إلا مرة واحدة وما تعطى للي ما يستحقها اليوم تواشيبي عند امك عن حياتي الخاصة ذاكر تتعاون مع اعدائي في السوق قريب عن قدام وجهي يا اخي بحقك يا ظلم صباحك من ورد وسكر يا طويل العمر ابو الفضل رحني اشارتك وتحت خدمتك جلس وخلي عنك الملق
انت تعرف ان اخونا راشد في المستشفى. الله يكون في عونه ويشفيه امين. واكيد تعرف انه محتاج لنقل كليه باسرع وقت ممكن. الله يتمم شفاه على خير. وما يفوتك ان جالسين ندور على متبرع. والله يوفقكم وتلاقوا له متبرع. عشان كذا انا اكلمك الحين. تقصد انا اتبرع؟ حتى عرفه ويوافق انه يتبرع. بس المساله دي حسب ما بعرف تعتمد على تطابق الدم والانسجه. واعرف ان هذا الشيء يتبين في الفحوصات، لكن في النهايه هذا عمل انساني ونحن بنكافئ اللي يريده. انسان ضعف وقوته، انسان ذل وعزته. أنا جاي أتكلم معك. أرجوك أستاذ رقية، أنا تعبانة وما أقدر. أنا جاي أعتذر، أنا فعلا آسفة، ما قادرة أحصل تفسير لتصرفاتي معك في الفترة الأخيرة. تطمني ما صار إلا الخير. أنا بستأذن. حد يصدق إن كنا صديقات؟ بنلحق نشرب فنجان قهوة حلوة؟ يا ريت. يلا. شفتي هالموضوع؟ إنسان أحبه وأكرهه، إنسان أعرفه أقبله، إنسان أغضب سامحه، إنسان عاتب وجرحه، إنسان عاتب وجرحه، إنسان ايوه يا ام السعد. الحمد لله الدم طلع غير متطابق، ونتيجه الفحص حيلي معاي ووريها له. انت ذاتك عارف ان انا بخاف من شكه الابره وبترعبني، فكيف العمليه؟ الله يخليك لي وللاولاد يا ام السعد. الحمد لله ان حالته مستقره. مشكور يا دكتور، ما قصرت. ما له داعي الشكر يا عمه، هذا واجبنا. والاخت ماجده عندها فكره تامه عن حالته. بس يا دكتور انت خليتنا نوقع اوراق العمليه، واحنا لحد الحين ما لاقين المتبرع. مجرد اجراء، من يدري يمكن يكون المتبرع موجود في اي لحظه. يعني ايش؟ ما فاهمه. في مثل هذه الحالات الله كاتب لها النجاة بالصدفة من خلال ناس متبرعين يوصوا بالتبرع بأعضائهم في حالة وفاتهم المفاجئة. اي نعم، هي نادرة بس لحسن الحظ موجودة. بعدني ارجع واقول لكم تعاونوا وشوفوا متبرع منكم وفيكم، هذا يكون افضل ان شاء الله. مشكورين دكتور، انا شكرا دكتور. في شيء انا ما اعرفه؟ عمتي خلي السيارة وبقول لك هناك. تفضلي.
أنا فتحت موضوع التبرعات في أحد المنتديات وقلت إنه إحنا محتاجين حد يتبرع لنا بكلية. إيش؟ أنا ترددت كثير بس ما حصلت حل آخر. وقلتي من هو المحتاج؟ أنا حطيت رقم الجديد اللي أخذته وحطيت رقم شداد والحين أنتظر. بس ما تعرفي يمكن حد يتصل ويساعدنا ويتبرع لأبوي بكلية. ما حد يتبرع إذا كان محتاج. هذا إذا كان دمه مطابق لدم راشد. بس يلا كل شيء بأمر الله. ليش تشوفي علي بهذه النظرة؟ لا أبدا ما في شيء. كلمي، أسلوب الملاوعة هذا أنا ما أحبه. أنا بس مستغربة يا عمتي، كلنا اتفقنا لازم نشوف إلا متبرع وكل واحد جالس يدور بطريقته، لكن ما في حد قال أنا بتبرع. إذا تقصديني أنا روحي سألي الدكتور نواف إذا حسمح أو لا. أنت عملتي فحوصات؟ قبل لا يكون راشد أبوك فهو أخوك، أقسى عليه يقسى علي، نتفق أو نختلف بعدها أخو. أنا آسفة يا عمتي. خير يا عمتي؟ ايش فيش عمتي؟ لا لا ابدا ما في شيء. هذه فضيحة. انت من خبرك؟ هي بروحها بس خبرتني اليوم حضرتها لانها حاطه رقم تلفوني مع رقم اخر. ايه ما انا اقصد لا تحط اسماءنا على الوصف اللي كاتبت لنا. اختك هذه اكيد مجنونه، ايش بيقولوا عن الناس الحين؟ المشكله هي سمعتنا التجاريه يا عمي، فعلا ماجده مجنونه. اسمعني، إذا حد سألك من شركائنا أو عملائنا فكذب كل الكلام. حاضر ولا يهمك. أنت طلبتني عمي تأمرني بشيء؟ أيوه. استريح يا شباب. من زمان وانت تركض ورا ثقتي، صح؟ صح، وحبيلها بعد اذا كان هذا الشيء يعجبك. انت انسان عملي مثل ما اعرفك. ما اعرفك تأمرني يا عمي؟ نعم نعم. اساس الثقة امر، وتنفيذ الأمر حفزني أني أعطيك الثقة. أنت فصل وأنا ألبس، أمرني وبتنفذ وبنفذ مهما كان. مهما كان ولو على رقبتي. أريدك تساعدني أكتب كل أملاك العائلة باسمي، بيع وشراء
أساس الثقة أمر، لا تنسى هذا. بس ما في أمر أمر من هذا. اللي ما يذوق المر ما يعرف طعم الشهد. أنت شداد. صح أنا شداد، بس هذا الأمر أشد. اسأل أبوك من سماك شداد. أنا من صغرك وأنا أشوف قوة الشخصية وشدتها في عيونك. والدي قيصر ما رفعه ولا سواه اسمه، لكن أنت كنت عنده اسم ظني، ومن يدري ممكن تنول الثقة الكاملة. خذ وقتك وفكر، ومن تقرر تحل. معقولة يكون مبارك؟ الأكيد لا، مستحيل. ما شاء الله رجعت بسرعة. وصلت العود السوق وقلت أجي أشوف إذا أنتم محتاجين شيء. وليش مر علي وأنت تتكلم؟ أنت عارفة أن أنا ما أقدر. بس أنا أتمنى هذه النظرة، يا ترى أستحقها؟ أنت تستحقي كل خير هالدنيا. هالنظرة في وجهك تشفي الأعمى، وبالنسبة لي ترد للروح. من وين تعلمت هالكلام؟ من وين بعد؟ أكيد من عيونك. وكم واحدة قلت لها نفس الكلام؟ ما في واحدة بالدنيا تستحق أقولها الكلام إلا غيرك. إيش موقف إنك هنا؟ ماجد؟ إيش اللي سويته؟ ما أريد أشوفك هنا مرة ثانية تتكلم معاها، اتفقنا؟ أنا كنت جاي أسأل إذا تريدوا شيء. الأوامر تأخذها من إخوانها الرجال. تحرك! إن كررت اللي سويته مرة ثانية بتشوف اللي يجيك. أنت لو شفتش تكلميه مرة ثانية بقلع عيونك. أريد أرتاح.
ضروري؟ واجب. الله يكون في عونك، أنا هنا في انتظارك. ما حتصدقني لما قلت لهم انك رجعت. ما عليه، مصيرهم بيصدقوا. طمني، انا اول ما شفتك اطمنت. احس يا ماجد اني ما بطول في هذا الحياه، ايامي تتناقص يوم بعد يوم. ومن فينا أيامه ما تتناقص؟ العمر كذا يا أخوي، كل ما زاد نقص. أنت وين كنت؟ وإيش سويت؟ وليش بسرعة هربت؟ الأسئلة كثيرة، إجاباتها أحيانا تكون معدومة. ما تريد تقول لي؟ ما أريد أثقل عليك. المهم خلينا نتكلم عنك. عني وأنا على هذه الحالة، الكلام عني معدوم للكل، كأنهم ينتظروا موتي. الأهم أنك تنتظر حياتك. حياتي؟ أيوة، هذا هو الأمل، انتظار الحياة مع الإيمان بالله عز وجل والاعتقاد الجازم أنه هو القادر والمعطي وهو الشافي. نعم بالله، انت تغيرت، كلامك تغير. ما حد يبقى على حاله، التغيير سنة الكون. ما بتقول لي وين كنت؟ المهم اني رجعت. اخاف يا ماجد تكون هذه اللحظات مجرد حلم. بس هذا ما ناس، هذا خارج. اسمعك سمعك كس، روح غرفة نام يلا، وانت بعد ريان وراه. ماما ليش خالي اليوم هنا؟ روح غرفتك روحي. روح حبي فيك وغاوة روح حبي ما كشف
وديتك هذا الطريق بتكون مدمن في الشداد. شداد؟ وين؟ أنا جالس أنتظره. بيجي علشان يكمل هنا مثل كل يوم. صبر شوي. أكيد بيتفاجئ لما يشوفني. مثل ما انتهي بيتفاجئ. ويمكن بيفرح. على الأقل حصل لي حد يشاركه في هذا السم اللي ابتليته فيه. تعرفي إنه هذه الأشياء مضيعة وما تعاند ولا ترفض ولا حتى تقسى على أي أحد. مضيعة لأبعد الحلول. لا وانت صادق، انت اللي مثل العبيد تحت طوعها. للأسف انت تحت رحمتها. بمبر وصل ولد عمي، وصل الشمق العزيز الحبوب. هيو جدان هيو هيو جدان عشو هيو جدان وين ردينا وين عشو هيو. انت ايش جالس تسوي هنا؟ جالس انتظرك عشان تطلع اغراضك العزيزة. خلينا انت وحدنا. قيصر قوم وقف. الله يهديك يا الشمك. تو انا قادر اجلس عشان اقدر اوقف. صح صاير كذا كانك برج سكني. تريح بارنك في سالفة. زين جلس. لا مالك، انا دائما اشوفك في النهار تضحك وتتكلم مثل ابوي. الحين صاير مثلي انا في النهار كئيب كئيب. الظاهر تبادلنا في المواقع. صرت أنا كما كنت في الليل أتكلم، صرت أنت كما أنا في الليل ساكن. ايش اللي خلاك تشرب؟ انت ما كنت قضاي. وانت ايش اللي خلاك تتكلم؟ ما كنت قضاي؟ شكلها السالفة مطولة الليلة. بالعكس هذه الليلة قصيرة. أنا أريد السالفة تطول عشان الليل ما ينتهي والنهار ما بيطلع وما أصير قيصر الخواف. وأنا خاف أطلع النهار وأكون مثلك. الله يسامحك يا عمي على هذه الورطة. ليش؟ ليش أبوي يريدني نسخة منه؟ يا أخي أنا أنسى. يعني ما شرط أكون مثله. هو أنت ليش ما تريد تكون مثله؟ لأني أنا هو فكيف يصير أنا هو وهو أنا؟ هو دائما يقول
انت ولد امك وما ينشر فيك الظهر. كيفي ما يريد ينشر فيني لا الظهر ولا العصر. انا اللي اعرفه انه انت يا شداد تريد تكون مثله. انصحك لا تكون مثله لانه هو بغيض وما حد يحبه حتى انا ما احبه. انسى لحظه واكرهه ما احبه اقبله سامحه انسان عتب وجرحه. ذاك ولدك يا زايد كيف تطرده من الشركة؟ أنت اللي طردتيه بفضولك ما أنا. أنا أريد أقوى من الضعف اللي هو فيه، أريد يأخذ مكاني في يوم من الأيام. الله يخليك رجع، قيصر ما يعرف يسوي شيء بدونك، وإذا علي فأنا خلاص ما بفتح حلقي. سوي اللي تريده. هذا ما يكفي. إيش تريد بعد؟ قول، مستعد أنفذ. أنا أريدك كده دائما. لا تنسي أنك أنت وأن أنا زايد. قومي تتلصصي أخباري وتسألي كثير. لا، هذا مرفوض. التوبة توبة يا زايد لو سويها مرة ثانية. خلاص الله يخليك، رجع قيصر الشركة. يرضيك قيصر يجلس عند رضية وشداد؟ ما أريد مناقشة في هذا الموضوع، خليه شوية يتعلم، أنا ما فاضي له. يكفيني الخبر اللي جاب لي أبو الفضل. رفض يتبرع بكليته؟ لا، كليته طلعت ما تناسب راشد. عقب ما قدامك إلا تدور على ماجد. رجعت لفضولك مرة ثانية؟ إيش دخل ماجد الحين؟ من يعرف؟ لو رجع ماجد يمكن يتبرع لراشد كليته. أنت مجنونة، ما حد يحب نفسه ويخاف عليها مثل ماجد. أنت ولا كأنك تعرفيه. الأيام والسنين تغير يا أبو قيصر. لو كانت الأيام تغير مثل ما تقولي كانت غيرتك أنت. روحي نامي، روحي. يا أخي بحقك يظلمك. الكل ممكن يتغير يوم من الأيام إلا أنت. إنسان قلب تمنى إلا بعد ما تكلم مع الدكتور نواف، وبالفعل كلمته وطمني وقال إنه العملية نجحت. هي جدي راح خير. نبدأ نشوفه. ماما خلينا راح نشوفه. بتشوفه لما يرجع البيت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. يلا لازم نتحرك ونروح نشوفه. يلا. بنروح. بس أول خبريهم. يذبحوا أكبر ثور في المزرعة ويوزعوه على البيوت. اليوم الثور بينذبح ذبح حتى يموت.
الحين جدي بخير، بس ليه ذبحوا ثور المسكين؟ يلا تحركنا. يلا انا بعدني ما مصدقه. الحمد لله على كل شيء، احنا عملنا العمليه ونجحت بامتياز والحاله الصحيه مستقره الحمد لله. نواف ما قلت لي كيف كل هذا صار؟ البركه في الموضوع اللي على طيف المنتديات، جايونا ناس كثير للتبرع، اجرينا الفحوصات واخترنا المناسب. ومن هو يا دكتور؟ انسان عمري ما شفت مثله في اخلاقه وعلمه وايمانه، انسان نادر في هذا الزمان. نريد نشوفه اذا كان هالكلام صحيح. عمتي ايش اللي خليك تقولي كذا؟ ما سمعتيه يقول انسان نادر في هالزمان؟ هو فعلا نادر. عجب، لا تقول في هذا الزمان. ما علي يا نواف، عمتي كذي نظرتها للحياه. المهم انه ابوي بخير. نقدر نشوفه الحين؟ الحين لا، خلي الساعات القادمه تمر وبعدين خير. يعني ما ممكن نشوفه؟ مثل ما قلت بعد 6 ساعات. انا ما اتكلم عن راشد، نريد نشوف الانسان النادر. انت وكانك ما مصدقتني، وانت وكانك ما تقول الحقيقه. عمتي وبعدين؟ خليه يرد علي اذا كنت غلطانه. ها دكتور. طيب وكم المبلغ اللي طلبه؟ المبلغ؟ طبعا. ولا ليش يعني متبرع؟ بس هو ما طلب اي مبلغ. كيف يعني؟ ما طلب اي مبلغ؟ مثل ما سمعتيها مني، ما طلب اي مبلغ. خلاص انا فهمت. هو حاط في باله ان احنا بنعطيه المبلغ اللي يستحقه. بس هو ما باع لكم شيء علشان ياخذ ثمنه. هو تبرع بكليته في الوقت اللي كل واحد منكم جالس يشوف على الثاني. أنا آسفة يا دكتور، يمكن خاني التعبير بتقدير الموقف. أكرر اعتذاري. أنا لما قلت إني ما شفت مثله فأنا أقصد الكلمة، والدليل إنه لما جاي يتبرع بشرط إنه ما حد يعرف عنه شيء، وإحنا وافقناه علشان حياة العم راشد. هذا فعلاً إنسان رائع ونبيل. بس هو ليش طلب هالطلب؟ أقلها بيسمع كلمة شكر منه. سبحان الله، طرحت عليه نفس هذا السؤال. وإيش رد؟ قال الشكر لله وللمريض اللي ساعده أنه يكسب هذا الأجر. استغفرك اللهم وأتوب إليك. سبحانك ربي إني كنت من الظالمين. العم وعد. نعم أمثال نادرين، بس ما يعني إنهم موجودين. صدقيني موجودين، بس إحنا ما قادرين نشوفهم أو نميزهم. الحمد لله رب العالمين.